اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليك السلام. الو، ايوه معاك، اتفضل. تسمعني شيخنا؟ اسمعك، اتفضل. طيب، بالنسبه لموضوع الحلقه، احب اوضح لك معتقد ثابت عندنا، وهو ان لكل نبي ولكل رسول وصي. هل تعرف ما معنى الوصي؟ لكل ايه يا استاذ؟ لكل نبي ولكل رسول هناك وصي. ما هو الوصي؟ هل تعرف ما هو الوصي؟ انت حضرتك عندك انت، لكن من هو وصي طيب، سيدنا نوح؟ ومن هو وصي من سيدنا وصي؟ عيسى وما ما بعد عيسى عليه السلام؟ مين؟ مين؟ هناك من الأنبياء من ذكر أوصياؤهم، وهناك من لم يذكر وصيه. مثلا النبي موسى سلام الله عليه، حسب ما أعرف وحسب ما قرأت يعني من الكتب وكذا، لأن وصيه هو خضر سلام الله عليه، والذي كان موجودا في عصره وما بعده. أستاذ بص هذا حسب حضرتك، عندي. أولا المقولة اللي هناك أنت حضرتك أنبياء دي، لم يذكر أوصياؤهم. أولا المقولة اللي أنت قلتها دي ما هي إلا باب من أبواب الترقيع لإثبات باب من وصية علي أبواب بن أبي ماذا؟ طالب. معلش، واحدة واحدة. أنتم من قلتم لولا الإمام لسخت الأرض، صح؟ صحيح وأن صحيح. الأرض لا تخلو من إمام. من هو الإمام قبل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ من هو الإمام قبل النبي صلى الله عليه وآله مباشرة؟ هذا نعم. شيء تاريخي لا أعرفها ولم أطلع لا على قبلها رواية بيوم، بأن لا من احنا عايزين قبله، قبلها بيوم، لكن كان يوجد إمام قبل، عايزين قبلها بيوم. كان يعني يوجد قبل إمام ما في بص هقول لك زمان. على حاجة، هقول لك على حاجة. يعني المفروض ان الامام، اولا بالله عليك يعني خدني بعقلك، ما تاخدنيش بالقلب اللي انت جاي بيه، أي نعم، تفضل. ماشي؟ قبل بعثة أي النبي نعم، صلى الله عليه وسلم، قبل نزول سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وإعلامه بالرسالة وجعله نبي رسول، قبلها بيوم من كان الإمام في الأرض؟ من كان الإمام؟ من كان الإمام في الأرض؟ فلا أعرف. تقول لي بماذا جاء الإمام؟ لا جاء أنا ما الإمام بالحفاظ سألتك، على أنا ما الدين الذي سألتك، لا قبله. ما سأل. إزاي ما نعرفش؟ إزاي ما نعرفش؟ ده قبل أنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوم، لا مش بيوم، بساعة. ليه؟ لأن أنتم من قلتم لولا وجود الإمام لسخت الأرض، وأن الأرض لا تخلو من إمام. إذا كان هناك إمام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدقيقة، بدقيقة، لا دقيقتين، بثانية، فيفينتو ثانية، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتولى الإمامة كان في إمام. من هو؟ ألو؟ ألو؟ خط قطع. كلامي صحيح ولا مش عقلاني؟ كلامي عقلاني ولا مش عقلاني؟ ألم يقولوا لولا وجود الإمام لسخت الأرض، ولا يخلو الزمن من حجة، ولا تخلو الأرض من حجة، ولا تخلو الأرض من إمام؟ ولولا وجود الإمام لسخت الأرض. طب طبقناها، من هو الإمام قبل أن يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة؟